احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور سامح سيدهم، طبيب اسنان ولاعب بلياردو. ابتدى مشواري مع لعبة البلياردو من وانا طفل صغير، لان بابايا كامل سيدهم كان بيلعب بلياردو وكان من مصنفين على مصر، وهو اول حكم دولي للعبة السنوكر في البلياردو، وهي واحدة من ثلاث العاب البلياردو. اول حكم دولي مصري في لعبة السنوكر. بدايتي مع البلياردو ان بابايا كان بيروح النادي كتير، وانا كنت طبعا عايز اروح معاه النادي على طول، وابتديت احب اللعبه وعايز اروح معاه دايما النادي، وابتدى يعلمني اساسيات، فتعلمت منه كتير، وهو اصحابه في البلياردو اللي مستواهم كويس موجودين كتير، وعلموني برضو حاجات اتعلمتها منهم. فودي كانت بدايتي. ولعبت اول بطوله في بطوله الجمهوريه للناشئين كانت 2001، خدت فيها مركز تاني، ومن بعدها وانا باخد مركز اول للناشئين لحد ما خلصت السن 21 سنة. ابتديت اشارك في بطولات الجمهورية للسن المفتوح بعد ما خلصت المدرسة ودخلت الكلية. في 2008 اخدت بطولة الجمهورية للناشئين وللسن المفتوح في نفس السنة، ومن بعدها وانا بطل الجمهورية بقالي 12 سنة متتالية. عندي شوية مراكز دولية كده احب اعرفكم بيها برضو. انا اخدت تالت عالم للناشئين مرتين 2005 و2008، واخدت تالت او ميداليه برونز في الوورلد جيمز في 2017 في بولندا، وفي 2019 اخدت مركز تالت عالم في بطوله العالم في الدنمارك، ودي كانت اول مره في بطوله العالم للسن المفتوح حد مصري ياخد ميداليه من ايام ادمون سوسه. ادمون سوسه بقى هو اول بطل عالم في تاريخ لعبه البلياردو الفرنسيه. اما بقى بطوله كاس العالم اللي اتعملت في لاس فيجاس الاسبوع اللي فات، فانا خدت فيها مركز تاني. الحقيقة البطولة دي كانت صعبة، ودي كمان اول مرة حد مصري يوصل لمربع الذهبي في بطولات كاس العالم من ساعة ما ابتدوا يعملوها في 1986. كان مشواري الحقيقة صعب في البطولة دي، بس انا الحمد لله قدرت ان انا اكسب ماتشات صعبة جدا واوصل للنهائي، واحكي لكم بقى على المشوار ده. في المجموعة كان معايا ادي ميركس ورولان فورتوم وبرنيكا تانيو. كسبت ادي ميركس ورولان فورتوم وتعادلت مع هوبرنيكا تاني. صعدت لدور ال 16، كان معايا الفيتنامي ترانكويتشن، كسبته 50-39. وبعدين صعدت دور ال 8، قابلت بيدرو بيدرابوينا من امريكا، كان ماتش على ارضه، فطبعا كان ماتش صعب جدا، وكان فعلا الماتش قريب، وكسبته 50-43. وبعدين صعدت لدور السيمي فاينل، في السيمي فاينل قابلت جيريمي بورين من فرنسا، هو الثامن على العالم وانا التاسع على العالم، فكان ماتش قريب جدا وندي، والحمد لله قدرت اكسبه 50-39. وفي الفاينل بقى قابلت ديك ياسبرز بطل العالم والمصنف رقم واحد، وكسبني في ماتش صعب جدا بصراحه، برضو كنت قريب من ان انا اخد اللقب منه، بس هو اللي كسبني في الاخر 50-43.